ازيكم يا جماعه؟ معاكم يحيى. المبنى ده هو متحف المستقبل. من ساعه ما جيت دبي وانا دايما بشوف المبنى ده ومش عارف هو ايه. مبنى على شكل عين ومكتوب عليه بحروف باللغه العربيه، غريب جدا. ولكن هذا الشهر افتتح متحف المستقبل، وتلقيت دعوه ان انا ازور هذا المتحف واتفرج عليه واكسبيرينس تجربه السفر الى الفضاء، واتفرج على تجربه الحياه في المستقبل وازاي التكنولوجيا هتأثر على حياتنا في سنة 2070. هو ده اللي هنتفرج عليه في فيديو النهاردة. يلا بينا نخش المتحف. دلوقتي داخلين على المتحف. وصلنا المتحف وابتدت رحلة استكشاف المبنى العجيب ده من الداخل. كل الكتابات اللي انتوا شايفينها بره دي محفورة ومجوفة على المبنى من جوه، وجواها اضاءات كده بتتحرك. المتحف ده مكون من فصول. اول ما تدخل بتركب اسانسير تسافر بيه لسنة 2070، والأسانسير بتبدأ في رحلتك لأول فصل في المتحف. واو، راكب سفينة فضائية عشان تسافر بيها عبر الزمن بقى. سفينة فضائية فيها قطع حديد وبتاع. ده الأسانسير اللي هياخدك لكل أجزاء المتحف. Hello everyone, welcome on board. I'm Rami, your co-pilot for today. خلاص بقينا في الفضاء. احنا دخلنا كائن حي ولا ايه؟ والله تحس انها كده. الاسانسير اخدنا لزيارة واستكشاف السفينة الفضائية. اول حاجة بتشوفها هو موديل كده للسفينة من بره، مطبوع 3D برينتينج تقريبا بكل تفاصيلها. بعد كده بتعيش تجربة انك جوه سفينة فضائية بجد، محاكاة لكل الاجهزة اللي جوه. ده ايه بقى يا اصدقائي؟ ده السولار سيستم، الشمس والكواكب اللي بتلف حواليها. يا ربيض ايه ده؟ اوكي انا مفيلتي. اوكي بس الضوء ده حطيته كده يرفع القماشة عشان يولد سلامة لايت بيمينج. بتنزل بينا السفينة للأرض مرة تانية عشان نشوف إزاي قدروا ينقذوا غابات الأمازون في سنة 2070. هو
ده ليه بار ده؟ الشفرة الجينية للكائنات الحية. يا لهوي ايه ده؟ ده هنا الشفرة الجينية للحصان. متخيلين؟ كل الكائنات بقى ولا ايه؟ اخرب شايفين المنظر؟ لا 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 اللقطة دي بجد مبهرة 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 مبهرة. اللي بيعملوه هنا انه مش بيستنسخوا الكائنات ولا حاجة، لا هو عشان الامازون اتدمرت بالكامل ففي انواع كتير يا هتنقرض يا دلوقتي حالتها وحشة بقى مثلا على وشك الانقراض، فهم قدروا يحتفظوا بكل الجينات دي عشان يطوروا من الكائنات مش يكريتوها من العدم، عشان كده ده اسمه الهيلينج سنتر. معانا الجهاز ده انا ممكن اتعرف بيه على كل اسم ونوع كائن من الكائنات اللي ده فار، بس انا مش حاسه فار، حاسه غير فار. اوه نورت اهي. ده يبقى الجرذ البني. كان بجد الفكرة بتاع المتحف بالذات بتاعت انقاذ الكائنات دي والدي ان ايه، انا ما شفتش حاجة في حياتي مبهرة لهذه الدرجة. تحفة. انا عرفت الحاجات دي ايه يا جدعان؟ ده ليزر انجريفمنت جوه حتة ازازة. يعني كل واحدة من دول من الحاجات العجيبة دي هي حتة إزازة مسكوها وحفروا عليها بالليزر الديتيلز بتاع كل كائن حي من دول. احنا دلوقتي في احد اركان المبنى، او مش اركان بقى، يعني شوف كل حاجه منبعجه زي ما انتم شايفين. ده اللي الناس بتبقى شايفاه من بره ومفيش اي كورنرات للمبنى، وده الشيء المبهر اللي فيه. لو بصينا هنا هنلاقي ان ايه كل حاجه جايه مسحوبه كده، المبنى نفسه كله مكور ومدور، بس المبنى نفسه مبني على اسس تقنيه برضو، يعني هو مش بيستهلك اي طاقه مضره، يعني لو بيستخدم طاقه مجدده الطاقه الشمسيه. مبنى من بره تتفرج عليه وانت في فندق مثلا من فنادق دبي او انت ماشي في الشارع هتشوف ايه ده، مبنى مكور ملهوش اي ضلع وعلى شكل عين ومكتوب عليه باللغه العربيه، ولكن من جوه القصه ملهاش علاقه بالشكل بتاع المبنى من بره، القصه لها علاقه بالرحله بتاع المستقبل اللي احنا عايشينها حتى الان دي. خلينا نكمل. اكسبيرينس يا جدعان، ايه ده؟ ايه البخار ما ده؟ اهلا بك في الواحة. في عام 2030 تجاوزت الكآبة السمنة كأخطر حاجة على صحة البشر، وبعد 40 سنة هي ما زالت كده بقى. فاحنا هنا جايين في الواحة عشان نتخلص من الكآبة. واو. ثلاث اوض بقينا تشعر هنا تناغم وهنا تواصل. طب انا بعد اذنك اخش تناغم. وايه الصوت ده؟ اخش اقف جوه في النص، خايف لو دخلت يحصل فيا حاجه. علاج بالايه؟ اسمه علاج بالايه؟ علاج بالمشاعر. بالمشاعر. يا جماعه اللي بيحصل هنا بعد التجربه ان هي المفروض بتعالجك كهرومغناطيسيا.
بتخرج هواء يعني من هنا من المنطقه، تحط ايدك كده فوق تخرج شويه هواء، وبتقعد تسمعك اصوات من السماعات اللي هنا. في هنا سماعات بتديك سراوند ساوند اوديو كده، واصوات بقى حاجات كده المفروض تخليك ريليفد وبتاع. انا مش حاسس حاجه بس مودي حاسس بكل حاجه، حسيت بكل حاجه. بس هي لطيفه فكرتها، هم بذلوا مجهود كبير قوي عشان يخلوها تعمل حاجه يعني. حان وقت مغادره هذا المكان، المكان المريح، انتهى وقت الراحه. في الدور ده بنتعرف بقى على وسائل المواصلات الحديثه اللي هنشوفها في المستقبل. احنا يعني في الدور ده مش بنقدر نكسبيرينس حاجه معينه، ولكن بنتفرج على بعض من الايه المركبات المستقبليه. شايفين العربيه دي مثلا؟ المفروض انها براندد اودي، بس شكلها عجيب جدا. انسى التسلا بقى والكلام الفاضي ده، يعني مفيش مرايات اصلا، مفيش حاجه، مفيش حتى ويل تسوق بيها، و انت تقعد بس جوه كده وخلاص وهي تمشي بيك. تخيلوا لو هذا الشيء شغال، يعني بتهيألي تجربته هتبقى شيء لذيذ جدا. في هنا عجل برضه من غير عجل، التايرز فاضيه كده. كونسبتس تخيليه لانواع المركبات اللي ممكن نركبها في المستقبل. وفي هنا روبوت، ايوه في هنا روبوت، روبوت على شكل كلب، الكلب الالي. طب هو ايه بيشتغل؟ ممكن نتفاعل معاه؟ لا مش شغال للاسف. ايد ايرون مان موجوده معانا، شركه اسمها فيستو. دي حاجات يا جماعه حقيقيه، ما هياش مجرد كونسبت، لا القسم ده فيه حاجات حقيقيه بجد. الحاجات دي اوريدي موجوده في ارض الواقع حاليا. بايونيك انت، حشره، النمل ذو الاعضاء الاليه. دي بقى هيكسا، ده روبوت ممكن تبرمجه انه يعمل حاجات معينه، يقدر يلتقط صور ويقدر يرقص. كيف يمكننا التفاعل مع هذه الاشياء في المستقبل؟ حقيقي مش عارف. الدور الاخير مش انت اللي هتعيش فيه تجربه معينه، ده الكيدز اريا بتاعت المستقبل. الدور ده تحت مسمى أبطال المستقبل، واللي فيه الأطفال مش بس هيلعبوا، لا هيستكشفوا حاجات علمية بشكل مسلي. وبس كده، هو ده كان متحف المستقبل. إكسبيرينس مميزة جدا، ومبنى زي ما انتم شايفين عجيب جدا. انصحكم جدا بزياره هذا المتحف، وخاصه لو انتم مهتمين بالتك والحاجات دي. قولوا رايكم في الكومنتات تحت في فيديو النهارده، فلوج لطيف كده. انبسطت جدا بصراحه بالتجربه دي، واهم حاجه تعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للقناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.